صباح الخير يا جماعة، كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم بداية فلوج وأنا بمشي لأنه قلبت الدنيا حبتين. دعسنا من تقريبا 5 أيام دعسة محترمة بعد الرفيد. نزلت سعراتي إلى 1800 حاليا، بس عادي سيرفايفنج، الأمور طيبة. عم بمشي لأنه تحول عندي شال الكارديو. أنا وقت كان كل نص ساعة كارديو يعني، بس انشال وقت الرفيد، ولما رجع بداله 15,000 ستيب، فبحاول أخلص ستيبس. هسه أخذت الأدوية تبعت الصبح، ما بصير آكل بعد لمدة نص ساعة، فهيك هيك بستغل هذا الوقت بمشي ستيبس وبحاول أخلص، وبحاول هيك يعني أوزع الستيبس تبعتي وأنجزها خلال اليوم كله بطريقة ذكية إلى حد ما. بفرجيكو تيبس كيف تحاول تخلص الستيبس تبعتك. أول تيب منهم الحالية، اللي هي الصبح هيك أنت مش حتاكل نص ساعة، وغير من ضلك قاعد. أنا بهذا الوقت كنت أظل قاعد بشتغل، فهلا بشتغل وأنا بكزدر، بس قلت نصور لكم الانترو على السريع، وأصور لكم فول داي أوف إيتينج كمان على 1800 كالوري بس هاي المرة، كيف تكون ذكي إلى حد ما أو شو تختار أكل لما يكون عندك بس 1800 كالوري. وشو كمان اليوم عندنا تمرين ليجز، بصور لكم تمرين ليجز، بحاول أعطيكم تيبس في التمرين. وبس إن شاء الله يكون فلوج لطيف. طيب هاي الوجبة رقم واحد راح تكون طبق الشوفان اللي عملته آخر مرة، بس طبعا ما في موز لأن السعرات لا تسمح أبدا، بس هو اللي موجود هنا. شوفان، بروتين، سلايس واحدة توست. أنا بحط لكم هنا كل شيء أنا، وراح أوزع فوقهم بروفيسور ناتس. بروفيسور ناتس الأماني هذا منقذ بالبريباد. فرجيكم المنتج النهائي ومعه كمية مي قدر الإمكان، أساس ينفش قدر الإمكان، ولكن بما أنه بياخد وقت محترم لحد ما ينطبخ، فتب رقم 2 لتخلص الستيبس تبعتك امشي اثناء ما هو بنطبخ. والله الشغلات بتفرق، يعني شايفين هذا شوية الوقت اللي بشيله انا قبل شوي، خلصت فيه 2000 وشوي ستيب. اثناء ما الشوفان بنطبخ بده ابو 10 دقائق، يمكن بخلص لي كمان 750، فبصفي انا لسه بدي ابلش يومي مخلص 3000 من ال 15000. على كل حال خلينا نطبخه، افرجيكم الشكل النهائي وعلى اللي بعده. طيب شوفان حاليا بنطبخ، فبدي اقول لكم ليه بنحول على الستبس مبدئيا، خصوصا بنهايه البريب. مبدئيا الستبس بتعمل اجهاد اقل، ما بتعمل زي الاجهاد اللي بيعمل الكارديو، فلما يكون الوضع خلص صار حساس الى حد ما، والجسم سهل جدا هسه بهالمرحله يتعرض للاجهاد، التحويل لستيبس بدل كارديو يعتبر خطوة ممتازة. هاي رقم واحد. رقم اثنين، ترى إذا بتلاحظوا بنهاية البريب، أنا متأكد كل واحد جاهز بطوله وقع بهاي الشغلة، بصير يلعب مثلا إذا الكوتش تبعه وهو شغال على نظام إنه بس كارديو، أوكي، فبتلاقيه والله بيلعب 2 درج باليوم ولكنه وزنه مش قاعد بنزل كثير، بتلاقيه لأنه غير 2 هالدرج هذولا اللي خلال اليوم، فعليا هو طول اليوم قاعد بس قاعد. فالديلي اكتيفيتي تفرق كثير بقد ايه انت قاعد بتحرق سعرات. فانت اذا الديلي اكتيفيتي نزلته من مثلا انت اصلا متعود بيومك الطبيعي لما يكون ما مالك شيء ولا سعراتك قليله ولا هذا، انت قاعد بتمشي 10,000 خطوه مثلا، وقد ما انت تعبان هسه ومهلوك وبتلعب كارديو هيك، نزلته ل 1000 خطوه او ل 2000 خلينا نحكي عشان ما ابالغ، حتفرق كثير. فلما يكون خلص مكتوب عندك 15,000 خطوه راح تمشي غصب عنك. وأول ما كتب لي خطوات أنا اكتشفت إني كنت ما بتحركش أول ما كتب لي 15,000. طبعا بالخطوات بالشو اسمه بالمراحل النهائية لطبخ الشوفان، خليك حواليه بلاش يفور، بس هذه هيك أول 3 دقائق، بعدين بتطلعه خلطة، بعدين كمان 3 دقائق لما يكون لساته ما وصلش لنهاية نهايته. طيب يا جماعة، هذا الشكل النهائي بعد الطبخ، وزعت فوقه بروفيسور ناتس. أول شيء
بينت باتر او اي شيء، قول هاي بروفيسور ناتس يعني كلها سعرات 28 و29، بس البينت باتر ما توزنها، بتوزنها هيك بتحط العلبه على الميزان، بتصفر الميزان، بتشيل من العلبه قد ما بصير بالماينس، هو بكون المقدار اللي انت اخذته. لانه الناس شو بتسوي؟ بصير يشيل من المعلقه ويوزن على الميزان، فبيلحس على المعلقه 30 جرام وبكون لازم وزنه 30 جرام، بيطلع بالع 60. هاي بالنسبه للبينت باتر. وبالنسبه للخطوات، انا ترى خلصت فوق ال 3000 خطوه بشوي اثناء بس الطبخ، واثناء اللي استنيت نص ساعه الزمن وانا بكزدر بالبيت وبشتغل. فلا تستهينوا ابدا بانك تتحرك خلال اليوم، هاي الشغلات البسيطه بتفرق. 3000 خطوه، انا كل اللي عندي 15000 خلال اليوم، فهذا رقم محترم جدا، وانا مش قادر اصبر اكثر من هيك لانه شوي ببلش اريل. فخلوني اكل الوجبه الاولى ونراكم، ما بعرف الوجبة الثانية. غالبا الوجبة قبل التمرين باي شكلها كثير حزينة، 100 جرام صدور دجاج، وهدول 265 جرام شمندر. مبدئيا الشمندر ما بطبخه، بس بقشره، بقطعه هيك شرايح وباكله. بالنسبة لي طعمه زاكي زي هيك، ما عندي أي مشاكل. بس هذا يعني شايفين هدول 265، أنا ترى ما أكل منهم هدول، فهدول اللي ظلوا مش 265. هذا كله 115 كالوري مع اللي أكلته أصلا. 100 جرام الرز مطبوخ 130، و100 جرام رز مطبوخ راح يطلع هالقد بهذا الصحن. فهون بصير انه الاختيار الصحيح لمصادر الكربوهيدرات الصحيحة في الوقت الصحيح. لما 1800 كالوري حاول تختار شغلات حجمها كبير، بنفس الوقت سعراتها قليلة، والشمندر سعراته اقل من البطاطا، حتى اقل من البطاطا منيح، وفي نيتروك اوكسايد وماكرونيوترينتس كثير، وبساعدك في التمرين. وتقول عافية على اللي بعده. طيب يا جماعة، وصلنا الدنجن بصعوبة للأسف. مش أكثر يوم موفق، بنشرت السيارة مع التاكسي وركبت تاكسي ثاني، وجيت أطبخ الدجاج لقيته خربان ولكن على كل حال نحكي دائما لعله خير والحمد لله. وبتكمل اليوم، اليوم عندي ليجز مع إنه فيش فيه طاقة عليم الله ألعب بايو تراي. بس انك تدعس بالايام اللي زي هذه هي اللي بتفرقك عن غيرك، ومش بس تدعس، انك تعطي 110% بالايام اللي زي هاي. راح ابلش من ذا المسكوات، احمي، احط السيت اب، اظبط كل شيء، بكون كل شيء اخذته قبل التمرين اشتغل، وبندعس بالتمرين ان شاء الله. شو كمان بدي اقول لكم؟ تيب للستبس، كمان تيب للستبس بين الجولات، بعد كل جوله باخذ لفه بالجيم. فبنهايه التريننج سيشن، بعد ما بين كل ست وست اخذت لك لفه، مشيت لك مثلا دقيقتين بالجيم، حتلاقي حالك خلصت كميه ستيبس كبيره جدا جدا، وهي من الشغلات اللي بتساعدني اخلص الستيبس تبعتي. على كل حال انا اضبط الكاميرا، ابلش العب ورم اب سيتس لانه معي ناس بتلعب. وبس استمتعوا في التمرين. اوكي، راح تكون سكند ورم اب سيت. طيب يا جماعة، صار لي فترة طويلة صافن صراحة، بتجهز نفسيا مش جسديا لأول وركينج سيت اليوم. الدنجن هادي زيادة عن اللزوم، عبد الله مسافر ويوم جمعة ففيش حد تقريبا بالجيم. بس anyways يلا خلص، بكفي دلع أول وركينج سيت. إن شاء الله بلاقي حد يساعدني، لأنه غالبا أظلني ألعب سكوات لحد ما أعلق تحت، وإذا علقت تحت وش حد حوالي يعني هظل قاعد فترة طويلة. يلا بسم الله، صحصح جعفر، صحصح. يا الله يا الله، نون.
اشيل بليت شيل بليت شيل بليت شيل بليت عادي عادي تحس حالك راح تراجع عادي معناها يو اثر هذه سبوت وصلت فيه البد اشرب جيتريد يخوز اللوعه والله بس هذا معناه انك تلعب سكوت بحق الله ها كم اون جعفري 3 ويكس اوت كم اون ليتس جو فك ما maybe one more maybe فك ما طيب اوكي next راح يكون good mornings على هذا المشين ليش بعتبر انا الجود مورنينجز تمرين افضل من الهيب ثرست من ناحيه يعني للبناء العضلي للجلوت لانه التمرين هذا اصعب شيء على الجلوتس والجلوتس فولي ستريتشد بالمقابل الهيب ثرست بكون اسهل شيء والجلوتس فولي ستريتش فاحتماليه او نحكي من ناحيه بناء عضلي للجلوتس الجود مورنينجز تمرين افضل فعليا ولكن هذا يعني الهيب ثرست ما له اي مكان باي جدول يعني الهيب ثرست خصوصا للمبتدئين واللي صعب عليه يعمل كونكشن مع الجلوتس بيعمل ايزوليشن كثير قوي للجلوتس يعني في له مكان الهيب ثرست كتمرين ولكن اذا عم نحكي من ناحيه بناء عضلي للجلوتس هلا حبيبي شو الاخبار جود مورنينجز فعليا افضل فعلى كل حال فيرست وركينج سيت بسم الله Oof. Oof.
اوكي اوكي لعبونا 3 working sets هنقول اللي بعده steps بين الجولات طيب next leg extensions انا بلعبهم رجل رجل ما في اي شيء سحري بيني بلعبهم رجل رجل غير انه عندي انا رجل الشمال اقوى من رجل اليمين شوي صغيره فبلعب اليمين اول قد ما اليمين تلعب عدات وتجيب فيها الفيلير بلعب لها الشمال بالضبط عادي مر خذ راحتك هاي فيرست وركينج سيت بسم الله في وركينج سيتس ستيبس بين الجولات يا الله على اللي بعده كثير اوكي نيكست لاينج هامسترنج كيرل راح العب رجل رجل نفس الشيء ما في اي شيء فلكي بيني العب رجل رجل غير اني اضبط امبالانسز افرجيك وركينج سيت واحده من ثلاث وبعديها بستمر زي ما انا ستيبس بين السيتس وعلى التمرين اللي بعده يا الله Okay.
نيكست راح يكون الأدكترز ماشين. للأمانة الزمان كثير ما لعبت أدكترز أنا، بس زمان أنا ما لعبتهم لأنه قد ما اهتميت فيهم زمان صاروا إلى حد ما أوفر ديفلوبت، أو خلينا نحكي ويل ديفلوبت، ومجرد شغلهم مع الكومبا مع الحركات المركبة عم بنعمل لهم مينتيننس لحجمهم، وما كنت أكبرهم أكثر من هيك. ولكن الأدكترز من أكثر العضلات اللي بتفرق بشكل رجليك بأنها تسكر الفراغات، سواء من مر من وراء تفرق بشكل رجليك أنها مسكر الفراغات بالباك دبل بايسس مثلا بالبوزات، من قدام لأنك بتوسع رجليك وبضلوا الأدكترز خطين ببعض، وتبين رجليك أكبر وبتبين الكوادز أكبر. فنعم الأدكترز مهم جدا تهتم فيها، وانا هنا بدي العب لهم بس تو وركينج سيتس لانه شوي حسيتهم بلشوا يكشوا. فخلني احكي بدي ارجع لهم الحياه الى حد ما. تو وركينج سيتس على الادكترز ماشين، وبعدها بضل كالف ريزز وخلصنا. يلا باي. اوكي كمان وركينج ست على اللي بعده. طيب يا جماعة الخير، انا روحت من الجيم، اخر تمرين كان كالف ريزز على ماشين جبارة صراحة، بس ما صورت، برجع بصور لكم اياها بفلوق تاني. وهسا بحاول اخلص ستيبس بممر الفندق قبل ما ادخل البيت، ما خلصت ستيبس كفايه بالجيم، وبديش ادخل البيت قبل ما اخلص لي على الاقل 11000 خطوه. فهيني بلفلف بممر الفندق، مش عارف شو اسميه، فندق ولا العماره ليس، ان شاء الله الجيران ما يشكوا علي. فبنخلص شوية ستيبس وبنكمل اليوم. طيب اوكي اوكي رجعت او دخلت البيت اخيرا بعد ما خلصت 11000 هيك بكون ضايل لي 4000. عندي الليلة كول مع كلاينت وراح اضلني ماشي طول ما انا بحكي الكول، فهي بالراحة بخلص 3000، والالف اللي بضلوا بخلصوا حوالين البيت يعني ما بدهم شيء. ولكن على كل حال بالمطبخ اخر مره قلت لكم انا بعد التمرين تكون شهيتي مسدوده، فبستغل هذا الاشي وما باكل لاطول فتره ممكنه الى حد ما، بس باكل خس عين نقعته قبل ما اكله، وبحضر الوجبه الاخيره، مش اللي قبل الاخيره، ضايل وجبتين بس بحضر الوجبه الاخيره اول شيء، لان الوجبه الاخيره لازم تنحط بالفريزر فتره، بتطلع من الفريزر بتصير زي الايس كريم الى حد ما، بتوزع فوقها بروفيسور ناتس، يعني الضربة القاضية للأمانة. ما يعني هنا انا خلال البريب يا جماعة ما في ولا وجبة اكلتها انا مو حابب اكلها، فكفاية انك قاعد بتعاني انك جوعان، كفاية انك قاعد بتعاني انك بكالوريك ديفيسيت، لا تعاني كمان بإشي ما في داعي تعاني فيه، اللي هو انك تاكل اكل انت بالنسبة لك مو زاكي، ما في اي فايدة، انت مش قاعد بتفوز اكتر لما بس تاكل اشي مو زاكي، بحيث انه ممكن خيار ثاني بالنسبة لك افضل راح يوصلك لنفس النتيجة افضل من ناحية الطعم يعني. ولكن على كل حال شو هي الوجبة الاخيرة؟ الاخيرة عبارة عن حتكون هحطهم بهذا البول كلهم واخلطهم مع بعض، 250 جرام جريك يوغرت 0% فات، سكوب بروتين، 150 جرام بلوبيري، وميبل سيرب اللي هو تبع البانكيكس بس زيرو شوغر اللي هو فيه بس 10 كالوريز بالسيرفينج، بخلطهم سوا مع شوية مي وبحطهم بالفريزر. اوكي بعد ما احطهم بالفريزر كم ساعة بطلعهم بخلطهم خلطة بصير القوام الى حد ما زي الايس كريم، بوزع فوقه بروفيسور ناتس، بشوف اذا وقتها انا بكون فيه اي روح اصلا اصور هاي الوجبة، لا لازم اصورها.
وبس بستمتع فيها قبل ما انام. هلا بخلط الخلطه بفرجيكم اياها، بحطها بالفريزر، بعد هيك باكل الخس. بوزنج براكتس، بوزنج براكتس عم بعمله بالبيت لانه صراحه حاسه كثير افضل. المراية اللي عندي هون احسن، ففعليا انا شايف افضل، فقادر اعمل ادجستمنتس على البوزز، فعم بستفيد من البوزنج راوندز. فعلى كل حال بوزنج راوندز حمام، نحكي مع الكلاينت، بكون مرق حوالي ساعتين زمن، وبس انا ماكل الخس، بعد هيك باكل الوجبه قبل الاخيره، وبعد الوجبه الاخيره دمشيكم معي باليوم. بس حبيت افرجيكم هالفقره، وهلا بفرجيكم الوجبه الاخيره كيف شكلها قبل ما تنحط بالفريزر. طيب يا جماعه هذا الشكل النهائي، وترى لا تفكروا قليل بس هو هذا الاشي كثير كبير، هذا الاشي لتره 300 بس الكميه محترمه يعني. هذا الشكل النهائي، طبعا البروتين اكيد شوكولات بينت بتر بس يجمد بالفريزر الى حد ما يجمد يعني، بتوزع فوقيه بروفيسور ناتس ويا ويل قلبي، فرجيكم اياه لما اجي اكله واوزع البروفيسور ناتس بالاخير. خلينا ناكل الخس وادعس في اليوم. اوكي يا جماعه الوجبه ما قبل الاخيره، بعد ما خلصت كل الامور اللي علي، مبدئيا البطاطا اثناء ما هي بالوير فراير برضه ضليت امشي ستيبس، فضايل لي بس بعد هاي الوجبه وجبه واحده و350 ستيب فقط. ولكن مع كل حال هاي الوجبه 125 جرام تشيكن بريست، 295 جرام بطاطا، والعصير ابو 5 كالوريز. بعد هاي الوجبه بتضل بس الوجبه المنتظره، بنصور لكم اياها وبننهي الفلوج. طيب يا جماعة الوجبة الأخيرة المنتظرة، طبعا أول ما طلعت من الفريزر بكون الجناب شوي متجمد أكثر من النص، بتخلطها خلطتين ثلاث، بيصير خلص القوام متجانس وزي الآيس كريم. وهيني بوزع فوقه بروفيسور ناتس بينت بتر، وهسه بروح بنسدح بستمتع بهذه الوجبة بالمعلقة الصغيرة، وبحط راسي وبنام. مبدئيا هذه هي الخطوات تبعتي لصل 15000 خلال اليوم، وهاي هي الكالوريز تبعتي خلصتها كلها. وبس يا جماعه هون خلص الفلوج. كالعاده المهتمين بالاونلاين كوتشينج دي ام على الانستغرام جعفر صفرين، موجود اكونت تحت بالدسكربشن. لايك شير سبسكرايب بفرقوا معي كثير، وبشجعوني اني اكمل وانزل فيديوهات كمان واصور فلوج زي هيك زي ما حاليا بنزل وبصور ورا بعضهم. وبس أعطيكم العافية، تصبحون على خير.